تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مناشدات من عدد من الضباط في وزارة الداخلية الذين تحصلوا على ترقيات بسبب إنجازاتهم في عملهم، لكن هذه الترقيات لم تفعل. لماذا لم تفعل من قبل الوزارة؟ فقدموا طلبا إلى مجلس النواب العراقي، وأيضا خاطبوا السيد وزير الداخلية معالي وزير الداخلية المحترم عبر صندوق شكاوى الوزارة. ويانا هذا الكتاب اللي قدموه إلى مجلس النواب. نتمنى من السيد وزير الداخلية الاستجابة بهذه المناشدة، وذلك في حال كانوا مستحقين لهذه الترقيات. ويانا أيضا هذا الكتاب بصندوق شكاوى الشرطة. السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المحترم، مناشدة من ضباط وزارة الداخلية العراقية. كان لنا أمل بإنصافنا وأن تكون عونا لنا كونك ضابطا، وتعلم أن أكثر ما يؤلم الضابط هو تأخير ترقيته. واليوم الأخبار المتداولة بعدم احتساب القدم الممنوحة من قبل رئيس الوزراء، وكذلك القدم الممنوح من قبل الوزير، وتقليصها إلى سنة بالنسبة من رتبة ملازم إلى رائد، وستة أشهر بالنسبة من مقدم صعودا، وهذه مخالفة صريحة لقانون قوى الأمن الداخلي. وكذلك بالإمكان تقديم شكاوى عن الغبن من خلال المحكمة الإدارية كونه استحقاق وظيفي، وذلك نرجو منكم إنصاف هذه الشريحة المظلومة إعلاميا، وكذلك مظلومة من خلال عدم استلامهم أي حق من حقوق سواء كانت أراضي أو مخصصات، واليوم تظلمهم في استحقاقهم للترقية. يعني هذه المناشدة واضحة، وأيضا مناشدتنا لمعالي وزير الداخلية أيضا واضحة. إن شاء الله يا رب تكون الاستجابة مثل ما أنه تعودنا ببرنامجنا، دائما تكون المناشدات والأصوات تكون مسموعة، وإن شاء الله يا ربي صوتكم يكون مسموع، لأن أنتم قدمتم لبلدكم، فهذا يعتبر أقل استحقاق لكم. اليوم ضباطنا فرحتهم بالترقية تكون جدا كبيرة، خصوصا يشوفون أنه أقرانهم بدأوا بالترقية، فإن شاء الله يا ربي تكون هذه الاستجابة سريعة من معالي وزير الداخلية.